السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد، فيديو كله حماس، كله أفكار، كله إن شاء الله أشياء إيجابية. الفيديو ديال اليوم من الفيديوهات اللي تتعجبكم بزاف واللي تتسولوا عليها وتطلبوها في القناة، ألا وهي فيديوهات التنظيم. فيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم أفكار لتنظيم غرف الأطفال بصفة عامة وغرف البنات البنوتات البنوتات بصفة خاصة. علاش؟ لأنني غنوريكم الطريقة اللي غنظم بها غرفة البنية ديالي، غادي نوريكم كيفاش تنظم الملابس، فهذه أفكار ممكن تطبق البنات والأولاد كذلك. ولكن المميز أنني غنوريكم طريقة منظمات خاصة بالمقبطات والأكسسوارات وكل ما يخص شعر البنات. ما غنطولش عليكم الهضرة بزاف، غندوزو مباشرة نبدأ تنظيم الغرف. هاد الغرفة اللي جاني عليها تعليقات كثيرة نهار باش جدت الأثاث ديالها، جاوبت بزاف التعليقات ولكن ما فيها باس نعاود نجاوبكم في الفيديو. فبزاف الأخوات قالوا لي عندك الغوز بزاف، ففعلا الغوز جاي كثير. راني كنت قلت لكم علاش في ذاك الفيديو، لان هاد بيت النعاس ديال بنتي لقيتو تيتباع صدفه، ولقيتو تيتباع بون اوكازيون يعني مستعمل، وكان الثمن ديالو رخيص وكان زوين والخشب ديالو مزيان، فما بغيتش نفوت هاد الفرصه. وكان هو اللون ديالو في الغوز فجبتو على اساس غنرجع نصبغو في الابيض، غير مازال ما جات الظروف المواتيه والوقت باش انني نصبغو في الابيض. بالنسبه للحيط ما قدرتش نبدل الحيط ونخلي بيت الناس غوز، لان الحيط كي قلت لكم صوبته بيدي، هاد الوريضات درتهم بيدي، فعز عليا نرجع نصبغهم لانني تعبت فيهم بزاف بزاف. فالمهم فاش يسهل الله ولقى الوقت غادي نصبغوا بالبيض. غادي ندوز اول حاجه غادي نبدا بها هو هاد المجيرات اللي عندي تلكوافز. كي شفتوا الكوافز تبارك الله كبير، والمجوره ديالو هازين لي الحوايج. تيعجبني انا التنظيم في المجوره حسن كاع من الرفوفه، فانا اغلب الحوايج اللي راهم في المجوره يعني الكلوزيت ديالها ما فيهاش الحوايج بزاف. كي تشوفوا اول حاجه درت هو انني غلفت المجيرات بهاد الورق هذا، تيعطي منظر وفي نفس الوقت تيجي ساهل هكايا في التنظيف. هذا المجرى هذا كي شفتو تندير لها فيه بعض الاكسسوارات، طبعا لان مازال صغيره، الا درت لها زعما لي اكسسوار ديالها هنا غادي نلقاهم مرميين فنحافظ عليهم عندي، ولكن تندير لها بعض التويشيات هكا الا بغات تلعب بهم ولا تلقاهم زعما تحس براسها حتى هي راه عندها لي بيجو. فالمهم الحاجات اللي ما غنخافش عليهم من الضايع. هاد المجير هذا اللي حداه دايره له فيه هاد لاستيكات وهاد الشيك، شفتوا داكشي تيترون دغيا. فاول حاجه حتى هو وكذلك غادي نغلفو، يعني هاد الورق هذا غادي نغلف به المجوره كاملين. هاد الرولو شريته من وولمارت تقريبا ب6 دولار، وصراحه كفاني وغلف لي كاع المجوره ديال هاد الكوافوز. صافي من بعد ما غلفته غادي نرجع حتى هو نظمو. حتى تشوفوا تنستعمل هاد المنظمات هادو شريتهم من دولار ستور بدولار الوحده، وخديتهم في هاد اللوينات هنا، وحده تندير فيها المشيطات وحده زيوت الشعر. داك الكريم ديال الجليسيرين جبتو معايا ما كاينش هنا، تنجيب معايا بزاف هاد الصغيره مخليها هنا تندهن لها هكا يديداتها وداكشي. والاشياء الاخرى راكم شفتوا هادوك الباندات وهادي. هنا غادي نوريكم هاد لاستيكات هادو اللي تلقاو فيهم مشكل كيفاش نظموهم تيبقاو تيدخل شي فشي. فتنجيبو هاد المقبطات ديال الشينيو، تنقول لهم ديال الشينيو، هادو ديال المشطات، وتناخدو كل مقبط فيهم وتنديرو فيه عدد هكايا ديال هاد الاستيكات، تنرتبوهم اما حسب الحجم اما حسب اللون. ممكن نديرو كل لون بوحدو هكا فاش تنبغيو نهزوهم تيكونوا باينين، الالوان معزولين والاحجام معزولين، وتيجيونا ساهلين ماهلين.
غادي نكمل التنظيم طبعا كاع المجرات غلفتهم كيف قلت لكم. الحوايج كيف ما تتشوفوا هادو هاد المجر دايره فيه شي حويجات هكا ديال الصيف اللي جبت فماشي كثار، فكي تتشوفوا دايرهم متكين على بعضياتهم. الا كانوا الحوايج بزاف ممكن ديروهم واقفين كيف ما تتشوفوا، الا عندكم الحوايج قلال فتديروهم واقفين ومايلين هكا على بعضياتهم، تيجيو ساهلين باش تجبدوا اي قطعه بغيتوا، وفي نفس الوقت تيجيو باينين ماشي بحال فاش تطوي الحوايج شي فوق شي، فإلا جبتوا واحد القطعة من التحت كل شي تيطيح معاها، هكا واقفين أو مايلين تيجيو واضحين وتتجبدي قطعة تيبقى شي لاخر نقي. غنوريكم كيفاش طاوياهم، فكي تتشوفوا هكا طاوياهم بشكل عادي هكا الكميمات من الظهر، تنطويهم على جوج ثم تنطويهم على أربعة، سهله مهله، وتنوقفهم كي تتشوفوا تيجيوا هكا واقفين، ومني تجي تختاري شي حاجه تيجيك باين الاختيارات قدامك، تتحتاجيش تبقاي تتحليهم. نفس الشيء بالنسبه للبيجامات ديال الدار، غادي نديرهم بنفس الطريقه هكايا، تنطويهم حتى هما على جوج ثم على اربعه وتنوقفهم مرتبين. اخر حاجه بالنسبه للملابس الداخليه والتقشرات، فتنحتاج هاد المنظمات حتى هما من دولار ستور كيف ما تشوفوا، منظمات ديال التوب، فغادي يعاونوني حتى هما بزاف، يعني هاد المنظمات تينفعوا. تشوفوا هاد المنظمه الاولى درت فيها دوك لي با ديال الصوفات، ثم هاد لي با ديال النيلون، حتى هما شوفوا كيفاش طوياهم على جوج ثم على جوج، ثم دايره لهم ثلاثه ديال الطويات باش يجيو صغيورين. والتقشرات بطبيعة الحال تاهما بنفس الطريقة، يعني دايره لهم هذيك اللوية العادية ثم منظماهم. بالنسبة للملابس الداخلية فتاهي بنفس الشكل، يعني هاد الاندرويرز هادو تنلويهم، يعني الطريقة باش تنديرهم كيف ما شفتو صغيورين هكا تنرولبهم وتنديرهم بداك الشكل الاسطواني وتنظمهم. بالنسبه للمنظمه الثالثه فديره فيها هاد لي سوفيتمون ولا تنقولوا لهم حنا السوفيتمات هادو ديال السبيطات، فتهما تنطويهم على جوج ثم تنلويهم بهذاك الشكل هكا مرولبين. هذه طريقه ما تتاخذش مساحه بالنسبه لهاد القطع اللي هي صغيره. صافي هنايا المجيرات كاملين تنظموا ترتبوا كي شفتوا بطريقه سهله، وتجي اكثر من هاد الشيء الجميل فيها انها عمليه فاش تكوني باغا تبدلي لهم بالزربه. دزت ننظف هكايا فوق الكوافوز، تنعاود نرتب الحويجات اللي فيك، تشوفوا الكريمات ديالها الباودر، مهم الحاجات اللي تنستخدم ليها هكا، تنضيفها خفيفه من الغبره. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الكوافوز من بعد ما كملناه وكملنا تنظيم الادراج. غندوز لهاد البلاكار اللي عندي بالطول، كتشوفوا ديك السليله دايره فيها واحد التاج وواحد لي زاكسيسوار عندها ديال المناسبات الخاصه، ثم الفوق دايره لها بعض القصص صغيره. هذا شريته من ايكيا المره اللي كنت مشيت فيها، فتا هو واحد الغريس وخديت له ديك البو غوز الغوز فيا وخديته هكا باش يعطي واحد اللمسه في البيت ديال الطبيعه هكا ديال الخضوره. وصافي من بعد اللعاب، يعني نقصت اللعاب بزاف من هنايا بعد اللعاب ديالها وهذيك الحاملة ديال المناديل. بالنسبة لهاد اللي حدا الناموسية فهنايا دايره هاد التيجان ديالها، دايره واحد المخيطة هكا بحال المزود طويلة ما بقيتش تنحتاجها، فمنظمة في هادوك التيجان باش ما يتهرسوش كي تتشوفوا، وتيجيو محفوظين بطريقة عملية. هاد المجير هذا فيه طريبشات ديال الصوف ديال البرد ديال الراس والكاسكيطات وهادي. وصافي دابا غادي ندوز غادي نبدل الريدو، لان كيف قلت في اول الفيديو بزاف البنات اللي تيقولوا لي كثرتي من الغوز، فيعني غادي نحاول نخفف شويه في الغوز، فغنحيد هاد الريدويات الغوز وغندير ريدويات بويض
وفيهم شويه ديال البيستاش ورشيشات هكا من الوريضات في الغوز، ولكن المهم غيجيو الغوز ديالهم ماشي حاد بحال دوك الردويات اللي كانوا كلهم غوز في غوز. فالمهم انا قلت لكم هادشي اللي نقدر ندير دابا على ما نصبغ الناموسيه، اما الحيط راه ما نقدرش نصبغه، مازال عز عليا حيت تعبت فيه في الحقيقه، تعبت فيه راه اسبوع وانا نرسم فيه. كي تشوفوا هنا شريت هاد المنطيمه هادي، خديتها من وولمارت، تتعلق هكا في الدفه من الداخل. غادي ندير لها فيها هاد المنظمات ديال القفاطن ديال اللباس التقليدي، البليغه، الساكت الحطره، المهم التويشيات هكايا اللي ما عنديش فين نديرهم. وايضا درت لها فيها السبيبطات اللي تيتلبسوا في المناسبات، يعني السبيبطات اللي تيتلبسوا مع لي غوب، واحد لي بوطن دا مازال جديد، يعني ماشي الحاجات اللي تتلبس بزاف، لان هذوك منطماهم في المدخل ديال البيت، ولان هاد الحويجات اللي ما تيتلبسوش بزاف كي تشوفوا درتهم ليها هنايا، لان تيتلبسوا غير هكا في المناسبات. ممكن ديروا نتوما فيه بطبيعة الحال اي حاجة، ممكن الملونات، ممكن انا ما تنبغيش ندير الملونات وداك الشيء هنا في البيت لان لقى الحيط ملون. هنا الكلوزيت كي قلت لكم انتوما شتو دايره لها في لي غوب وداك الشيء اللي معلق، هذا الرف في الفوق هو خاوي، فيه واحد البطانية عندي زايدة، يعني اغلبية في المجورة. هنا عندي هاد السندقات، هذا دايره لها فيه دوك الكاستمز، دوك اللبسات اللي تدير في الحفلات التنكرية، وهادو البيسات ديال التلج، دوك الصالوبيطات اللي تيهبطوا بهم التلج. وصافي عندي هاد السليله دايره فيها لي زور وواحد الغليفات ديال المخدات، وايضا هاد الغطيوه هادي الصغيره اللي تدير فيها كارجيلاتها ديال الميرميد اولا ديال عروسه البحر، تعرفوا كاع البنيات دابا ولاو مبليين بهاد الميرميد. هنا ايضا هاد المنطيمه خديتها في الغوز، غادي نقص ليها فيها لي نونورس لان بزاف، فغادي نديرهم هنا باش ما يبقاوش هكا، ما تيعجبنيش داكشي يجي محطوط بزاف. فنظمت ليها فيها هاد لي نونورس ديالها كاملين، منها عطاو لي سباس، منها غيبقاو هنايا لان راه ما تتلعبش بهذا الشيء كامل، اضافه لبزاف تلعب اللي نقصت لها حيدتهم كاع من الاحسن، لان صراحه ما تيلعبوش بهذا الشيء كامل، اللي تتبقى ديك الشهوه ديال جيب جيب. ديك السليله الخضراء تندير لها فيها التصبين وصافي. هنا بغيت نشارك معكم الفكره ديال هاد البطانيات هادو، اللي هما نورمالمون للتخييم، ولكن الناس اللي وليداتهم تيتعراو في الليل تيرميو الغطاء في الليل، فخذوا لهم هاد البطانيات هادو اللي بالسنسله في الجنب، تيبقاو دايرين عليهم ما تيتعراوش بزاف بهم. غادي ندوز للناموسيه، نجبدها شي شويه. هنا بغيت نشارك معكم هاد التغليفه التحتانيه، رطبه وغزاله يعني، وتتعطي واحد الاريحيه للوليدات في النعاس. هنايا الكوات قلبتها حيت داك الوجه حتى هو اللي غوز بزاف، درتها على الوجه الاخر، جاي في هاد الغوز شويه بارد، وانا دايره بكلامكم وتنقص من الغوز. صافي هنايا هاد الركينه هادي درت لها هاد النونوس، ودرت لها هذيك لا بوبيل ديال هالوكيتي صغيوره. صافي وبقيت دايخه يعني، بزاف الحاجات بغيت نقص. هاد العربه هادي في الاخر غادي نحيدها، غتشوفوا في الاخر غادي نهبطها حتى هي. هاد العوده غادي نحيدو لان المهم هادشي كتير عليا، ما تنبغيش داكشي كتير، فكل مره تنقص لها تنقص. ففي الاخر المهم حيدتهم. بالنسبه لهاد الزربيه الغوز توسخات كي تشوفوا، هي داك الشعير ديالها كله هبط لان مده صراحه ما صبنتهاش، فغنحيدها نصبنها، وغادي ندير هادي بدمه الاخرى تغسلات، ومنها حتى هي باش ندير لكم شي حاجه ماشي غوز. المهم هنا غادي ندوز لدوك البندويات والمقبطات اللي قلت لكم ندير لكم دي اي واي لواحد الطريقه كيفاش تنطموهم. غادي ناخذ هاد السينتا، تاخذوا هاد لي روبون سينتات كيف ما بغيتوا، جوج عراض ولا وحده عريضه وحده رقيقه. انا كنت تشوفوا خديت وحده عريضه وحده رقيقه، ممكن ديروهم بجوجهم نفس الشكل اللي بغيتوا. تناخذ هاد السينتات، تناخذ القياس ديال الطول البندويات هكايا، وتنكون مسخنه هاد المسدس ديال الشمع، تنبدا تلصق كيف ما غادي تشوفوا، تلصق السنتة اللي الفوق على اللي لتحت، وكل مره تلصق وتنزيد تنخلي واحد الفراغ تقريبا ثمن واحد سنتيم هكا اللي يدخل فيه البوندو كيف ما تتشوفوا.
تنظن الفكره راها واضحه صافي. تنخلي داك الفراغ تنعاود نلصق مسافه على حسب طول البوندو، تنعاود نخلي داك سنتيم وتنعاود نلصق. كي تشوفوا فاش تنبغي نلصق النوبه الثانيه تندير بحال واحد البلي بحال واحد الثنيه هكا تنطلعها الفوق وتنعاود نلصق الباقيه بحيث تبقاو هذوك بحال خريصات. نتمنى يكون الشرح واضح. المهم تيبقاو بحال خريصات هكا وتنبقاو غاديين معاها على حسب الطول ديال البلاصه اللي غنعلقوا فيها هاد المنظمه هادي، يعني واش غنعلقوها في الدفات الماريو واش غنعلقوها في الحيط على حسب الطول اللي بغيتو. فانا بالنسبه ليا لان الدفه ديال الباب ديال الكلوزيت درت فيه ديجا منظمه، فهادي غنديرها في الظهر ديال الباب ديال الغرفه. وانتوما ديروها فين ما بغيتو، ممكن ديروها حدا المرايات الكوافوز، غير انا مبغيتش نجيبها هكا في الحيط تجي زعما تجيني طرو شارجي، فدرتها في ظهر الباب باش ما تجيش باينه. وغادي نكمل بهاد الطريقه حتى نكمل ديك السنته ديالي كامله على حسب كي قلت لكم الطول اللي انا اختاريت لها، يعني شحال فيها ديال الطول. صافي هنا كملتها، غنجي لهاد التحت ديالها باش ما يتسلش باش ما يبقاش هكا مشنتف، فغادي نطويه من الجناب من هاد الجنب ومن هاد الجنب بحيث يعطيني الشكل بحال مثلث هكا، يعني باش تنفيني ديك النهايه ديال هاد المنطي، ما تنخليهاش هكا ياك محلوله. صافي دابا غنرجع للراس ديال المنظم، حتى هو غادي نطويه ونلصقو وغادي نصاوب له هاد السنته الصغيره، غنديرها على شكل خريصه كي تشوفوا لصقتها على جوج باش تجي رقيقه ما تجيش عريضه بزاف، وغادي نطويها بحال الشكل هكا ديال العليقه وغادي نلصقها معاه. غنزيد عليه الشمع من الفوق باش نتاكد يعني انه بالثقل ما غاديش طير ديك الخريصه ويتفك هذاك الشمع اللي درت لها، فشتو كثرت لها الشمع مزيان. وصافي هكا ها هو واجد، وهذه هي الطريقه اللي تنظموا فيها هاد البندويات. فاحنا فقط تندخلوا، ممكن ندخلوا بندو واحد ممكن جوج الا عندنا كميه كثيره من هاد البندويات حتى تنعمروا كاع دوك الخريصات. غادي ندوزو للمنظمه الثانيه، غادي نحتاج فيها هاد السنته الصغيره، وكيف قلت انا يعني تنعطيكم الاقتراح والفكره وانتم استعملوا اي سنته عندكم. خديت انا هاد الوريضه بغيت نديرها كنزين بها هاد المنظم، فكي تشوفوا لصقته في ديك الوريضه وطويته من الفوق نفس الفكره باش يجيني الفوق بحال خريصه. انا هبط لتحت ديالو حتى هو وغادي نلصقو فيني ضروري الفينيسيون باش ما يبقاش داك الشيء مشنتف زعما ما عطاش منظر. وصافي هذا واجد، هذا ساهل ماهل. هنا تنجيب هاد القرارصات او هاد المقبطات اللي هكا تيتحلوا وتسدوا وتنظمهم فيه كاملين بحيث تيجيو باينين وساهلين، يعني اي تتحلي وتشدي في السنته تيجيو ساهلين باش تحيديهم منه وساهلين باش ترديهم ليه. فهذه هي الفكره ديال المنظم الثاني. وصافي غادي ندوزو دابا نشوفو الشكل ديالهم. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما علقتهم، كي تشوفو علقتهم مور الظهر ديال الباب. كي قلت لكم ممكن ديروهم في الماريو ممكن فين ما بغيتو. فهذا هو الشكل ديالهم، هاد جوج ديال المنظمات. كي شتو جمعوا لي دوك البندويات يجيو ساهلين باش نهزتهم ساهلين باش نردهم، ما يبقاوش في المجر مخربقين، وفي نفس الوقت عطاو مناظر، يعني تيجي المناظر ديالهم زويون. وتا دوك المقبطات فهاد المنظم الصغير تا هما جاو شادين فيه. نتمنى ان شاء الله هاد الفكره تكون عجبتكم وتطبقوها لانها سهله، ممكن ديروا تا ماشي شرط يكون عندكم مسدس الشمع
اي لاصق. وهذا هو الشكل ديال الغرفه من بعد ما درنا هاد الافكار من بعد ما نظمناها. وبالنسبه للسجاده هاد الغوص اللي قلت لكم نحيد نغسل، فمن بعد ما صبنتها وبغيت نحطها ما عرفتش عجبتني ديك الاخرى البيج، فكي تشوفوا حطيتها هنايا حتى نشوف نقرر واش غنرجعها في الوسط ولا نخلي الاخرى، فقلت حتى نشوف الراي ديالكم، خليوا لي الراي ديالكم اين وحده فيهم. سال الفيديو ديالنا، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم، انا متاكده غادي تستافدوا منه بزاف خصوصا الافكار اللي وريتها لكم وسط الفيديو. لا بغيتوا المزيد من الافكار المزيد من الفيديوهات اللي خاصه بالتنظيم وهاد لي زاستيوس، ما عليكم غير تخليوا لي تعليقاتكم وتخليوا لي لايكاتكم، نتلاقاو في فيديوهات مقبله ان شاء الله، وكي تنقول دائما احبكم في الله.